سعداء اليوم لتواجدنا في مدينة تيزنيت، المدينة العريقة في المملكة المغربية، اللي هي كتمتع بواحد العدد ديال الحضارات الثقافية الأمازيغية والصحراوية. وسبب تواجدنا في هذه المدينة هي تجديد المكتب الحركة الكشفية الحسنية، وبتواجد عدد من القيادات الكشفية في مدينة تيزنيت وعلى مستوى الوطني والجهوي. وكذلك نشكر كل من ساهم معنا من بعيد ومن قريب لتجديد هذا المكتب في هذه المدينة الجميلة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بحول الله في مسيرة الحركة الكشفية.
سواء كان في المغرب، المغرب راه باقي عندنا في منشار وباقي ان شاء الله. نعطيك الكلمه لاحد المقادير. اي تفضل واحد من المقادير ديالكم. اجتماع مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القادر تزيد كنرحب بالاخوه المفوضيه الجهويه والجنوبيه والتابعه المفوضيه الوطنيه. بدوري كنشكر الناس اللي وقفوا معنا هذا واحد الكريم كما لا يخفى عليكم الفرع ديال تيزيد راه عرفتوه منذ تاسيسه منذ الولايه الاولى، عرفتموه في نقاط طبيعيه بالهضره، عرفتموه في نقاط متوسطه، عرفتموه في مجموعه من النقاط ثالثه مجموعه من الانشطه لمجموعة من الأسباب لم نذكرها كانت هناك كان واحدة الفضول أو واحدة التوقف، ولكن السر كشفي والأمل كشفي باقي في أعضاء ديال تزنيت، وهذا هو جميل في كشفي، كشفي مهما مشيتي عليها كتبقى دائما في الدم ديالي. قريبا الآن تكون لكم شي 12 سنة هذه باش خلينا نفرع العسلية، ولكن دائما في لقاءاتنا اليومية وفي الكلام ديالنا دائما كنبقاو كنذكرو قائد النشاط الكشفي، يعني كنحسو دائما ان الكشفية كتنادينا، فقررنا على انه لما لا نحيو هاد الحركة، خاصة ان تزنيت الان كتفتقر للكشفية الاسامية، والحركة الكشفية اللي بصفة عامة كتفتقر تزنيت الان خوات في هاد الساحة، في الوقت اللي ان تزنيت تتميز بمجموعة من المنشآت الثقافية والتربوية والدعم المادي والدعم اللوجستيكي، كنبقاو بان الكشفية ما كايناش. هذه الاسباب قررنا على انه نحيي الفرع ديال تيزنيت ونتمنى ان شاء الله يرجع كما كان وينشط على مستوى الجهه حتى على المستوى الوطني، ولنا امل في هذا الجيل الجاي ان شاء الله نكونوا ويد المساعده عندكم ان شاء الله. ايوا السلام عليكم. اذا كما قال الاخ عبد الله عزيز، يعني تقريبا 12 سنه هذه باش الاسباب اللي بلا ما نذكروها. إذن القضاء قائد سي إبراهيم السعودي راه مازال عاق عليا المغيبة على سلامتكم بعدا، وشكرا على هذه الزيارة وعلى هذه الإطلالة وقبول الدعوة ديالنا، وإن شاء الله راه كنتمناو فيكم يد المساعدة كما قال الأخ عبد الله عزيز، وحتى حنا إن شاء الله راه ما غاديش إذا كما كنا إن شاء الله وكثر إن شاء الله، وكنتمناو إن شاء الله الأمور تدوز بخير وعلى خير. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اشكر فوليا الجهويه وممكن فوليا العربيه اخر السعوديه لطيف وحسين، وكذلك جميع القدماء الحاضرين معنا والاخوه الجدد ان شاء الله غيخرطوا في الكشفيه الحسنيه، وللاغلبيه فيهم راه كانوا اصلا اما كانوا معنا كقدم ولا كشافه ولا دابا كبروا، وصلت مرحله انهم تحملوا المسؤوليه ديال هذا العمل الكشفي. يعني لا يخفى عليكم ان الكشفيه الحسنيه في تزنيت كانت في واحد الفتره معينه خاصه فتره التسعينات بين الجمعيات الرائده في تزنيت،